معنا هاتفيا من عمان سيد حسين العليان المحلل السياسي، مرحبا بك. منذ ظهور نتائج الانتخابات ومجلس النواب يحاول عقد جلسة لمناقشة النتائج، لماذا لا تعقد هذه الجلسة؟ وحتى عندما عقدت صوتت فقط في على إعادة العد يدويا ل10% فقط من هذه الأصوات، كيف ترى بعد كل هذا دور البرلمان في حل الأزمة؟ يعني أنا أعتقد نتائج الانتخابات أفرزت أزمات ولم تفرز أزمة واحدة، والأزمة اليوم في البرلمان نفسه. يعني اليوم الحياة السياسية في العراق مع كل انتخابات تزداد شرذمة، وهذه الشرذمة تعمق المشكلات ولا تساهم في حلها. النظام السياسي حتى يستقر محتاج إلى تكتلات وازنة، وهذه التكتلات الوازنة تستطيع أن تأتلف بشكل سياسي. اليوم إذا تأخذ الشكل، ففي الشكل لدينا مشكلة وفي الجوهر لدينا مشكلة أكبر. قبل قليل كنت أسمع للسيد العسكري أنه علاوي جاب 91 مقعد وما قدر يشكل الحكومة، وأنه الصدر لا يغتر بأنه جاب 54. هذا الحكي صحيح، لأنه تشكيل الحكومة يحتاج إلى توافقات ما بعد علاوي وما بعد المالكي وما بعد الصدر. هم أكثر على مشهد سياسي، اللاعب الأكبر في أمريكا وإيران ودول إقليمية أخرى. يعني هنا المشكلة تكمن، المشكلة الرئيسية. استمعت لشخص آسف لشخص آخر أجهل اسمه تحدث عن أنه بدون التعاون مع أمريكا لن يبنى العراق، لازم نتعاون مع أمريكا ونسوي حكومة قوية، لأنه اليابان صار هيك وألمانيا هيك. يعني هذه إسقاطات وتوصيفات ليست في مكانها، لأنه لحنا ألمانيا ولحنا اليابان ولحنا بعد الـ 45، ولا التوازن الدولي هو نفس التوازن الدولي. أمريكا لا تحتاج العراق إلا لعدم الاستقرار. عدم استقرار العراق مصلحة استراتيجية أمريكية. هم من يرعى عدم الاستقرار، هم من يرعى وينظم لعدم الاستقرار. أحمق من يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في حل أي مشكلة في الإقليم. طيب، هناك أنباء الآن عن استدعاء لجنة من حكومة العبادي للتحقيق في 4 مسؤولين بالمفوضية بشأن تزوير النتائج. هل تعتقد فعلا أن الحكومة جدية بمعالجة هذا التزوير؟ ليش هي المفوضية لما شكلت يا أخي الكريم ما شكلت على أساس تزوير؟ يعني هو التزوير شنو يعني؟ لما أنت تشكل مفوضية، ذولا 2 إلك وذولا 2 إلي وذولا 1 إلك وذولا 1 إلي، طبعا كل واحد راح يزور الربعة لقدام. أنت مزور المفوضية نفسها، فأنت تستغرب أن المفوضية تقوم بعملية تزوير؟ النظام السياسي في العراق مشكلة مستعصية، ما لم تعالج النظام السياسي من أساسه فأكذوبة الديمقراطية لن تؤدي إلى تغييرات ذات معنى في العراق. نعم. طيب، لو فرضنا أن هذه اللجنة اكتشفت أن تزويرا كبيرا وقع في الانتخابات وأعلن، هل الأمر يقتضي إعادة الانتخابات؟ ومن الجهة المخولة بإعادتها؟ بس فقط الولايات المتحدة. الآن كل النقاشات سيد حسين تدور بين فرقاء العملية السياسية بشأن تزوير الانتخابات، ولكن لم نسمع حديثا عن المقاطعة الكبيرة لهذه الانتخابات. أنت ليش هي أول مرة يتم تداول الاتهامات في التزوير؟ هذه نسبة المقاطعة السابقة. نعم، نسبة المقاطعة هذه المرة أكبر. طيب، ومع ذلك الولايات المتحدة والغرب ودول كبرى وصغرى في الإقليم تشيد بالتدرج الديمقراطي في العراق وإرهاصات الديمقراطية، وتقاتل دول أخرى وتتهمها بالفساد لأنه ليست في فلك الولايات المتحدة كفنزويلا مثلا، اللي هي مشاكل التزوير فيها أقل بما لا يقاس عن العراق. طيب، إذن أشكرك من عمان محلل السياسي حسين العليان.